بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة بلا جوكتان وبرنامج كيني تحناه أبرون الشو اللي أنت بدنا كجهد لنا أرنب بدن أو رنتي أوجي القبان بالشدة الصومالية ما أنت وحنا كهد دلنا أرنك دوان كوي هرن كهل جرني أو رنتي أنا كسوق قادم دلنا أرنب دولا وحنا كهد دلنا أفوي كدبيعي جاء يكو ودت سميجا أو رنتي المدينة هلكين جودهان جيس كأفريقيا جارهان دجل كأمضة الصومالية. برنامج كمان توحى يقول مرتيع عن كبار يصدونا خبير أرماه ديجان كي يسبدل كعملاء مدن حسين محمد يوسف وهذا فرد يوسف يهاي نيروبي دالك كينيا. أنت بدن الرنتي أرماه عن أول دلالة مدن كسوله أيرو تي في. بعد ما سنتها في سلادية بعد ما سنتها. إن وهاجاك إن مرحدينو أفويك يدبيع أرماه كهلينه. بالمرك كوات حسين محمد يوسف واكما. حسين محمد يوسف تعرف ليش ويش كقابن تاعي حسين وحقو شقيا وحقو شقيا هما ديجان كيا وحي اللي حيدا يسبدل كعمل هذا مدوين كيمدن بيه مدار شنو تمان صنار لقيت شو وحي اللي كان جامعة كسر بحاي وحقو شقيا ديجان كان جيس كافريكا قادهان وطمدن لشكل هذا وقولات كإيجاد وحي واقع شقيا وحكم إذا معني مدوين كان تكسر شقيني هما بيرها يسبدل كعمل هذا لتعالي ده مش شنو يكا يسبدل كعمل هذا كان تيجي وحي لهالما مكا خبرتي بقولات كوسيد بود مك الله صو قابا وحي كلن تاعي إنهم كشغيء وحيابها إسبدر كعمل هذا لقب سجيدة إن بيرها يوحي لها المال. وياه إن أنت هنا بيرها يرمها ويمن إن أفويك الدبيعي جا يكو ودت سمي جا أنت بدن دت هو يسجل لرن تام ويس يعني أنت بدن أمك على صافنا بل 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 محيك ليهين إن بل أنا جو يدعو ده شددنا لو بدكتو. فيصل ما صدق أفويك الدبيعي جا بطلع هذا اللي وحويا أفوين كوي ما دسي دبيعي سدائري وشيري معني وده حاجة رباني ولا نقول أنا ما كان هاد لأنه مركا وسيد الدوفان هذا الطبيعي له دارات كأبارها رباب كيوحي لها الرباب بدن أو ده أبارة كوي مدين والقرير هدي يعني عضو حي أما أما وحنا لا في الكهنة هيوحي لها المرض هذا نوعية الدون وي لكن مركا لقاها اللي ده تسميه بنوع حوي كوا صوتات معني أي نقول كي يدعي كان كي خيرات كي يلي إنت أي سدي لابا هنا سك دون استعمالين أي حواره وكده أي كردي المكان مرجع هدي لقاه ليه مكا إسبدر كعمله هدي لقاه ليه مكا إسبدر كعمله وح كي مدة دادت أبا عرس النون هذا كوا صنبا مكا نقطة قوّد تسمية ودف مكا استي ولما عاملان خيرات الدبيعية الدنيا اللي هي دكان روكا سامين تايكو خيران با دتسمية مكا يشكروكا مكا حدود دهوب كو أما دادت قادة دي عشرين معني مدمر مرحلة كده شو دوام مدو إيه مي كمرحلة دي جانا دي الحالو فيها غير تلا شرو دات كي يرايد أبو هلي معني مال وحقا مكا مكا نو كي بالحالو فينا يا حالو فين تاسي واحد كين زين فتح هذا دعانو خروب كي يرايد أبو نو كي نبات غوريو تاس ما مركان نقول نستد دتسمي ساس يدات كمركا أو إن وغير قاتن معني دتسمي نقطة وي دات كو أنت بدن مركا وحقا قريان جيس كأفريقيا قال عن دجل كصوماليات بس كحدو ده وحمر الخصوص ده فتهادو أبارو حنونو دجالو أو ولي بدي واجه هرو حل هذا سنادو يوحبا ودي حنشري هذا هو سنادو البام والله بدي السنابا أرمى هسي أنت بدن مركز إكتن مع جندي جوا هات سلادة بس بعد ما سنت عارف تا جندي جوا هذا شيء أنا كم معني خب أدنى عار أنا كان كي نديا كيس بدل كعمل هذا حويان إسبدل عمله أي سبب كهدي أن سك خبر وش هذا إسبدل كعمل هذا حويان isbeddel muddo dheer ku dhaca heer kulka yani waxaan leeyahay temperature ka jibilka dhulka ku wareegsan sax iyo roobabka markana roobabka marka ay noo ama bato ama yaraado iyo waxa la leeyahay cimilada gooreeda cimilada maalinlaha oo isbeddesha taas marka iyo taas oo marka dadkiina hadana ay ku kordhinayaan macnaheeda bilaadanka isticmaalkiisi geesana ka marka hadana marka arinta isbeddelka cimilada soo wa marka haddii maqashay muddo marka abaar laga hadlayo hataa dimka wareysa dadkii sideetamaadkii ama toddobaadkii noola waa la yaqaan abaartii daba dheer abaartii heblay laakiin imika frequency abaaruhu way soo badanayaan taasina day si guud isbeddelka cimilada sabab u ah marka isbeddelka cimiladu wuxuu saameeyay dhammaan sektorada kala duwanaa ama wixii kala duwanaa macnaheedu ay bulshooyin ku noolaayeen geeska Afrika hadaan ku sheegay marka beerihii uu saameeyay waxbarashadii uu saameeyay caafimaadkii uu saameeyay deegaankii uu saameeyay isbeddelka cimilada marka waxay saameysaa dhammaan sektoradii ay bulshooyinka deegaanka geeska Afrika ku tiirsanayeen taasa marka sabab u noqonaysa in macnaheedu ay fatahadu badato waxa kale oo yidna qayb weyn ka maareyntii iyo dawlad wanaagina qayb ka yahay marka haddii aan ay siyaasado iyo boolisiyo ka jirin macnaheedu ilaalinta deegaanka iyo
dhirjareysta iyo wixii la halmaala taasii waxa ay ku dhinaysan hadda waxay noqonaysaa dad tameegii ay macnahay dadku ay ku korniyeen macnahay dhibaatooyada soo noqonaysa marka si guud waxa kordhiyay waxa weyn isbedelka cimilada waxa u dheer marka hadana iyadoo aanay jirin macnahay deemaamul xumada iyo dawlad sax dawlad xumada iyo sida wanaagsan ee aan loo maareeyay khayraadkaas lafteed qayb ku yahay aan wayahay dabcan barnaamijkan aan ku gudo jirno waa barnaamij aad u mugweyn aan laga geeyoonin qayb kale aan insha Allah aan kasoo aan bulshada aan la wadaagi doono waxaad arbaabtay wuxuu sameeyay beeraha waxaanu aragnay beerley badan oo Soomaaliyeed oo geed meel walba oo Soomaaliyeed iyadoo laga cabanayo in dalagii la bedelay ama sariic ama dalagii la beeranayay la bedelay oo dadkii loo keenay mid mar qura la beerto oo sida aan wax kama kaga soo baxin arimahaasi maad u kuura gashayna wax ma ka ogtiin horta Faisal aan muddo ka shaqeynayay waxa la hayaa arimaha beeraha iyo deegaanka waxa gundhig u ah macnaheeda beera laga hadlayo cilmi baaris cilmi baaristu wax macnaheeda adduunyada macnaheeda marka cilmi baaris la sameeyo ayaa macnaheeda loo ogaadaa dhibaatooyinka jirta waaye cilmi baaristu marka waxa qayb ka tahay macnaheeda in xal loo helo waxa dhibaatooyinka jira waxyaabahan aan ugu deeyay anaga geeska Afrika ka shaqeeyay ku arkay la yaab kale waxa weeyay een Faisal oo ka yimiday Ingiriiska ama Yurub ama Mareykanka ba seed degta ku wata waaye seed kaasi ma lama yaqaan daraasad laguma sameeyo wadankii wadamadii gaar ahaan Soomaalida macnaheeda nin baad qurba ka imanaya beer baa sameysanaya wana seed degta ku wata keenaya lama yaqaan xanuunada wado wuxuu keeni karo cilmi baaris laguma sameeyin sharci kama yaalo marka waxa dhacay waxa uu geysanaya carrada iyo burbur waxa dhacay macnaheedu ku wax laga genetic erosion oo marka in jiinkii guuray marka marka hadii aan deed system dowladeed shaqeynayo xoog iyo jirno controlaya dhibaatooyada dheerada marka aniga wax arkaysa hadda doreysatay miga marka ay kula yaabeen marka tirada warne qof qurba joogo aan wixii cil aqoon bay wuxuu baahantay farsam marka deegaanada Soomaalida dadka fursad badan kooda cilmi baaris kuma shaqeysa beero si fiican cilmi baarista beero waxay dadku saamixi lahayd isbeddelka cimilada yimiday in dadku u helaan access seed tayo leh la tijaabiyay arrada la qabsan kara abaarta iyo biyaanta oo adkaysan kara de la tijaabiyo marka cilmi baaris soo baxay laakiin waxa weeyaan uu jaantaa rigono dasiir laga keenay Uganda Kenya Ethiopia Soomaalidu deegaanada ay jirto nin walba si uu dadku si tuu keenay taas marka waxay keentay in aanay macnahay haba yaraatee wax meel lagu soo hagaajiyo aga jirin siir tayar in aanu jirin taas marka saameyn ku keentay nabaad guurisay jiinkeedii bedeshay marka siid qamadi oo Ukraine laga keenay laga yaabaa in deegaan Soomaalida lagu beero taas ay ku keentay marka inu ka guuro macnahay aftirsigi u lahaa qamadigaas oo meesha ka buuxo aadiyad ay qaybii ugu dambeeyay barnaamijkan ku saqeyna mudane waxaan doonayaa wax ka weydiyo maadaama sarkaal eegad oo arrimahan qaabilsan tahay waadna wareegaysay waxyaabaha ma jiraan wax ay wadaagaan wadamadaasi imika geeska Afrika wax ay wadaagaan oo dhib ah oo gundhig wada ah ma jiraan si guud ahaa waxa weeye de xog isbeddelka cimilada sameeyay laakiin hadana waxaan ku ogaaday macnaheeda safaradeena badan ee wadamada geeska Afrika ku maro inay ugu kala nugul yihiin wadamadu sida ay dawladuhu macnaheeda u kala xoogan yihiin marka meeshii dawladdu adeeg ka jiro mar walba dadka beerleyda ay xoolo dhaqatada waxay adeeg ba helayaan kii ku habboonaa delega rabeen dawladdu bixiso laakiin mar walba kuu nugul dhibaatooyinka ugu badan ku dhacaysa waxa weeye haddii aad imi tagto deegaan ka mid ah gobolka Mudug nin afartan jira oo wax arkaysa aan waligii dawladdu iyo adeeg ay leedahay iyo waxay qabato midna aan waligaa arag waaye kaasi de lama noqon maayo ninka beerleyda kitaala jooga ee wasaaradda beeraha ee dawladda Kenya ay seed iyo talabixin iyo la dul joogta macnaheeda marka waxa weeyaan taasi waxay ku tusaysaa macnaheeda ee dawladnimada shaqeynaysa inay qayb weyn ka tahay dhibaatooyinka ay wajahayaan dadku iyo saadnimada iyo xasiloonida ugu baahan tahay baad adeeg kale noogu baahan tahay marka taas weyn si guud marka laakiin dhibaatada guud ee isbeddelka cimilada uu wada saameeyay xogta loo wada baahan yahay marka waxa qayb ka in wariyashiinu laftiino iyo TV-yadiina iyo idaacadihiina macnaheedu waxaan ka shaqeeyaa in aan hadii jeer xoogga saarno kaliya arrimaha siyaasadda iyo waxa ee aad awooda saartaan gudbinta xogta isbeddelka cimilada iyo beeraha wixii la xiriira taas aad idinku qayb ka noqon kartaa laakiin waxa weeyaan wacyigelintu ka hubay ka tahay macnaheeda arrimaha laga hadlayo isbeddelka cimilada marka dad barnaamijyo joogto ah ka sameeyaan oo joogtaysan idinkuna dadkiina waxay u helayaan macnaheeda xog buuxday helayaan dad khubarada kala duwan ee arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada beeraha xoolaha caafimaadka xoolaha wixii la xiriira ka wareystaan taasi waxay awood u siinaysaa dadkii inay xogta helaan laakiin hadda idinku siyaasad kaliya ka sheegaysaan idinkuna waajibaadkiina saarnaa ma gudanaysaan weey macnaheeda aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii waa guwaaba fiican runtii annaga waxaan ku dadaali doonaa qof khibrad u leh sidaad oo kale inaan soo casuuno adigana dee waxaan kaaga falaynaa nagu xidha ragga khibradaha loo kale su-aasha ugu dambeysa wax kaa weydiinaya waxa weeye arrimahaasi inta aad xakamayseen intaad ogtahay ama waxaad ka qabateen maxay yihiin
فيسلوني وأنا قرأت ده ما دول ده ياك سمعت ده تقول بدك شقيني مركا عدد يمكن يوديسو مركا عن شغلة بلعبي عشان يتواصل كور بيرليد ده ياك تيجي تيجي شوكتها معنيه سير تيار معنيه سوري هاي يتي سير لتشابي معنيه سوري ما يعقون يعني حفيز لقى حفيز كان البارس لبراه حلا ده ياك سمعت عن شغلة بلعبي ما أنت واحد هو شيء معنيه وحيابها عن حسوسته وحكم إذا عشان يتواصل كده إن بيرليد ده سير قارسيني تيار أو أي لا قفصة ديجان ما أنت إلام شنيت مثلاً كده بقى بيرتان أو أي يوم نسيف في ديجان وإنت كده بيسير هاي ذاك الدوم على سوشي قيو جيس كان أفريقيا مجا مدن تبي سحقة شقينا يدنا نروي بدقنا لكن يوغاندا يو كينيا يو وده ما ده عن كسبورت كرينا ريما إسبيد العمل هذا وحلال ماذا مركا كل دش قوين أريما هل حيرة أو ثاغيرة أم بنكو شقينا لكن وحيو بانت هاي إن الحوجي أرين تاسي أنا واحد كل علمي مرة لبعض واحد أجا هذا يوم معناه يسوى بحده أريد توعي قلت إني كوك تاي وحياه ما هذا شغله صحافة يو إذا عدها يتي في ذن قريب وين كين لكن هذا واحد يسوى بحده إن هذا تي في دواء شراء ما شرنا دواء شراء ما بيج دواء شراء هذا واحد يسوى بحه وهذا يسوى بحده هذا شغله كذا ما سياسة تيجي في الحال ما ثانسنا واحد ويك نسكله أي موضوع عن فرصة إنه فايزين يو عن لو وذاك يو إن أديك يو ده أخيرت على كش قيسة صحافة ضيئة وحلال ما أضمنت. وياي هاي أي تايان كوسا أفمير الدنيا برنامج كني مانتن كجاه الرباح الله المال أفويك الطبيعي يكود دات سميجا وحنا ما أنتم مرتجوا حمدنا حسين محمد يوسف وخبير الرباح الديجان كي يسبدك عمل هذا سلدك يسون هدو يه مقالة النيروبي أدبل ما سوت حسين. أدي أدبل كلام هم قيادي ما شاء الله. ما شاء الله. Thank you very much.